السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم آخر أخبار محترفينا، ولكن كبداية دعونا نشيد بلاعبي محترفينا الذين قدموا مباريات كبيرة مع أنديتهم في هذا اليوم، وهذا يدل أعزائي المشاهدين أنهم متحمسين جدا من أجل لفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي، وأيضا من أجل أن يتم استدعائهم للمباراتين القادمتين، كل من مواجهة زامبيا وأيضا بوتسوانا، خاصة أنه راح يكون غيابات كثيرة. فهؤلاء اللاعبين قدموا كل ما لديهم في هذه المباريات مع أنديتهم. وأبدأ لكم بالمباراة التي جمعت بين نادي سوشو الفرنسي أمام نادي أولمبيك ليون، والتي انتهت بخمسة أهداف. طبعا في بداية التشكيل لهذا الفريق كان هنالك جمال الدين بالعمري الذي أصبح بين قوسين يلعب فقط مباراة الكأس، والحمد لله أنه هذه البطولة يعني لعبت بدون مشاكل لأنه كانت راح تلغى، ولكن الحمد لله لم تلغى. فهذا هو الملجأ الوحيد لجمال الدين بالعمري حاليا مع أولمبيك ليون من أجل أن يعني يشارك في المباريات كلاعب أساسي. بينما نجمنا الدولي الجزائري الآخر المنتقل حديثا ألا وهو إسلام سليماني أيضا كان أساسي، أحدهم سجل والآخر قدم أسيست في هذا اللقاء، والنتيجة كانت خمسة أهداف مقابل هدفين. جمال الدين بالعمري كانت لديه بعض أخطاء، نعم يعني أي لاعب يقترف أخطاء، ولكن يعني هذا الشيء ما يخليناش به ما نفرحوش بالهدف اللي قدمه هذا اللاعب. أنا فرحت لهذا اللاعب صراحة من صميم قلبي، كنت أنتظر هدف من هذا يعني ما كنتش ننتظر هدف، كنت ننتظر أنه يلعب أساسي، كنا ننتظره أن يلعب أساسي ومن بعد يعني نشوف واش راح يقدم لنا أهداف ولا لا. ولكن في هذا اللقاء ما شاء الله قدم لنا هدف، ومن ركنية يعني التمريرة جاءت من ركنية، وطبعا حطها في الجول بكل براعة واستحقاق، وتحصل على ترقيط ممتاز سأشارك معكم الترقيط. وأيضا أما بالنسبة لإسلام سليماني هو الذي أعطى الأسيست في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة للهدف الخامس الذي أضافه ريان شرقي، الرجل هذا اللقاء حسب موقع سوفا سكور. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين جمال الدين بالعمري هو المسيطر في خط الدفاع من ناحية التنقيط، كما تشاهدون بتنقيط ورصيد 7.2 من ضمن 10، هذا يثبت أن هذا اللاعب ما شاء الله يعني فقط يجب أن تعطى له كما نقول فرصة، يعني كي تعطي فرصة لهذا اللاعب راح يقدم لك مستوى كبير في خط الدفاع، وأيضا حتى سجل لهم الهدف في هذا اللقاء. وطبعا في نفس السياق كما تشاهدون أعزائي المشاهدين إسلام سليماني تحصل على تنقيط 7.4، بينما ريان شرقي هو صاحب أعلى تنقيط بحكم أنه سجل هدفين بتنقيط 9.3. جمال الدين بالعمري تم استبداله في هذا اللقاء بحكم انه تحصل على البطاقه الصفراء، ومدربه ممكن انه تخوف من عدم تحصله على البطاقه الحمراء فلم يرد المغامره به. كما تشاهدون هذه هي التشكيله الحراريه لهذا اللاعب، كانت لهذا اللاعب يعني تمريرات دقيقه ونجح فيها بنسبه 87% ما شاء الله، بينما ايضا كانت لديه العديد من يعني التفوقات في الثنائيات الهوائية، وأيضا تفوق في المواجهات الأرضية يعني 2 من 4. بينما إسلام سليماني كما تشاهدون هذه هي الخريطة الحرارية لهذا اللاعب، وطبعا كانت تمريراته الحاسمة والدقيقة بنسبة 84.2%، صنع 3 فرص في هذا اللقاء ما شاء الله. طبعا هو أيضا قدم مستوى كبير، فنتمنوا لهم كل التوفيق في قادم الموعد، ونتمنوا أنه هذا المستوى يقنع مدربهم ريدي غارسيا من أجل أن يشركهم في قادم المواعيد. طبعا هنالك احتفالات كبيرة من الجماهير سواء العربية أو الفرنسية أو حتى الإنجليزية بما قدمه جمال الدين بالعمري، كما تشاهدون جول جمال بالعمري في يعني كأس فرنسا، وهذا هو أول هدف لهذا اللاعب مع الفريق. كما تشاهدون أيضا يعني استبدل هذا اللاعب في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وبسبب تحصله على بطاقة صفراء كما قلت لكم. بينما تعليق آخر من بيان سبورت هي أيضا شاركت معنا الهدف الأول الذي سجله جمال الدين بالعمري في هذا اللقاء وبقميص نادي أولمبيك ليون. طبعا هذا المعلق صرح قائلا حتى هالاند لا يستطيع أن يفعل شيء أمام جمال الدين بالعمري إذا كان جمال الدين بالعمري خط دفاع، فقولوا لنا رأيكم إذا كانت هنالك منافسة بين أولمبيك ليون ودورتموند من تعتقدون أنه سيتفوق، وإذا كانت هنالك ثنائية ومواجهة واحد ضد واحد يعني جمال الدين بالعمري ضد هالاند، هل تعتقدون أنه سيمر عليه؟ اكتبوا لنا في صندوق التعليقات. بينما كما تشاهدون تعليقات أخرى جميلة جدا في حق هذا اللاعب مفتخرة به، وأيضا حتى أولمبيك لوانز الناطق باللغة الإنجليزية جول جمال الدين بالعمري هيدرز هوم ذا أوبنر فور فروم ذا كورنر، يعني هو الذي افتتح التسجيل من يعني كما نقول ضربة
من ركنية. تعليق آخر يقول فانتاستيك جول باي جمال الدين بالعمري، هدف رائع وخرافي جدا من جمال الدين بالعمري. التعليق الموالي يقول أول هدف لجمال الدين بالعمري أمام مع أولمبيك ليون وأربع تمريرة حاسمة لماكسويل. التعليق الآخر يقول هدف جمال الدين بالعمري هو الهدف الافتتاحي، وطبعا هذا هو أول هدف لجمال الدين بالعمري حاملا لألوان نادي أولمبيك ليون. التعليق الآخر يقول كوراج جمال، يعني حظ موفق، وايضا يجب عليك ان تصبر في قدر المواعيد، انت لاعب كبير وايضا خاصه في خط الدفاع. تعليق الموالي يقول افضل مدافع في العالم، وتعليق اخر يقول سوبر الي، يعني نريد المزيد المزيد وقدمت مستوى كبير. تعليق الاخر يقول عجبني مستوى وقتاليه جمال الدين العمري مع الاهلي، بينما اللاعب الاخر يقول لاعب الاهلي جمال بن عمري يسجل الهدف في الدوري الفرنسي، قصه كفاح لاعب جمال بن عمري المدافع الذي لم يتراجع واصل. جمال بن عمري يرد على المشككين بطريقته والمنتقدين بطريقته الخاصه، وكان هذا افضل وابرز، يعني رد بطريقه جميله جدا فوق ارضيه الميدان. ننتقل الان الى الخبر الموالي، ولكن قبل ان ننتقل الى الخبر الموالي قولوا لنا في صندوق التعليقات حسب رايكم الشخصي، ما رأيكم في المستوى الذي قدمه جمال بن عمري وأيضا حتى إسلام سليماني. بينما ننتقل إلى الخبر الموالي، هو أن نجمنا الجزائري الذي هو مرشح بقوة أن يتم استدعائه من طرف الناخب الوطني جمال بن ماضي لقائمته القادمة لشهر مارس هو رشيد غزال، الذي وصل بهذا اليوم إلى التمريرة الحاسمة رقم 11 في الدوري التركي، وهو يعتبر أفضل اللاعبين من ناحية التمريرات الحاسمة في الدوري التركي. ما شاء الله، ممكن أنه سيكون خلافة لبعض اللاعبين إن شاء الله. غدا أو بعد غد سأشارك معكم توقعاتي حسب رأيي الشخصي لقائمة الناخب الوطني جمال بن ماضي. إذا بغيتوا هذا الفيديو اكتبوا لي في صندوق التعليقات. بينما في نفس السياق بن ناصر كما صرح لنا مدربه وكشف لنا عن خوفه الشديد، يعني بسبب يعني كما نقول سيؤثر عليه سلبيا، وطبعا هذا السبب هو أن المدرب الخاص به مدرب ستيفان بيولي صرح قائلا أن إسماعيل بن ناصر لقد تعرض إلى إصابتين ونحاول إعادته إلى الملعب في أفضل حالة ممكنة. هذا اللاعب أو الصبي صرح عليه أنه خائف، إنه يعمل بجد من أجل العودة إلى أفضل حالاته، كل المصابين مهمين بالنسبة لنا، يجب أن نؤمن أن نؤمن بالجودة التي نمتلكها، لقد أظهرنا بالفعل أننا نلعب كرة قدم ممتازة في المواقف الصعبة. فمدربه شرح لنا وكشف لنا أن هذا اللاعب راه خايف من أن يتعرض للإصابة، ومتأكد باللي أنه هذا اللاعب جمال بن ماضي راح يستغنى عنه في القائمة القادمة، ما راحش يغامر به هو أيضا. بينما في الخبر الموالي هو أنه نادي ميتز الفرنسي يلقن درسا كبيرا وقيما للنجم الجزائري وحارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري ألكسندر أوكيجا، وذلك حسب تصريح فريدريك أنطوني بخصوص هذه النقطة. صرح قائلا لن نقدم ولن نتقدم بأي طعن رغم أن العقوبة قاسية جدا، نوعية العقوبة توضح وجود الفرق الموجود في المعاملة بين الأندية في فرنسا. أوكيجا كان غاضب وأتفهم موقفه وسبب تعرضه للطرد، ولكنه مطالب بحفظ درس جيد، عليه أن لا يقع في نفس الفخ في المستقبل القادم. هذا اللاعب محروم من لعب أربع مباريات وأيضا مباراة في الشك. لن أطيل عليكم أعزائي المشاهدين، كان هذا الفيديو اليوم، أخبرونا أراءكم في صندوق التعليقات، لا تنسوا لايك وأيضا اشتراك في القناة إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى. سلام.